أظن أطبعهم وبعدين أشتعمتهم من إبراهيم مع السلامة أم إبراهيم موظف لساق الشب سيقول موظف كتاب تعيين وجب وقار في واحد في موظف اجى بعته بابا جونز عبدون عشان توظف بعدون لانه مش في موظفين تمام انتم منزلين على بيكيت سابق مضبوط متى اجى؟ اليوم طلع هلا بشوف نزلت واحد بيكيت سابق اليوم ولا واحد شو اسمه طيب؟ انا هيني شو الموظف اللي بيسال عني هيني موجود انا باقي المسكات هيني موجود يعني الله راحبك بشكل عن جد الله راحبك لا لما وصلوا لي انا بدك بدك الموضوع مش مهم الشيء زي ما هو لك عمر اجوا لهم لازم يصرفونا بدل مخاطره مين كمان مخاطره ولا خمسه التلفزيون مخاطره تشوف التلفزيون الناس على الكهرباء وين المشكله مشكلة؟ جون عادي. السلام عليكم سبحان الله مسكت كهرباء كاش. لا لا كلها مشكلة. أنا ضل معاه. رشيك أبو عيم كيف حالك؟ الحمد لله أنت اللي بيوظن كلام؟ وين يا روان هي الموظف هذا أبو جنز عبدون اسمك أنت عمار هذا لسه ورقه عنده اخو ما عملت شيء ما بده وين بده يروح بابا جونز عبدون لو سمحت اوكي بس طب اوكي كامل كمان نادر اللي كاتب فرع الصادر ماشي بس هو احنا جايبينه قبلينه من عبدون قبلينه هون اه فهمت علي هلا صار